المهندس شريف العريان رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر الأول سيادة الوزير المهندس خالد عبد العزيز حضوره وجميع الضيوف ورؤساء الاتحادات واللجنة الأولمبية المصرية، ممثلة في رؤساء الاتحادات وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام حطب رئيس الاتحاد الإفريقي، جميع المندوبين الموجودين والسادة الصحفيين والاتحاد الدولي بالحضور. بشكركم جميعا على الحضور للإيفنت الكبير بتاعنا اللي هو كأس العالم رقم 2 للخماسي الحديث. احنا خلاص دلوقتي في سنة التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو في جميع الألعاب مش بس في الخماسي الحديث، ومن هنا ينبع الأهمية بتاع بطولتنا ان لاعبتنا بنعدهم وبنجهزهم لتجميع النقاط والفوز والتأهل ان شاء الله وتمثيل مصر وأفريقيا في أولمبياد ريو دي جانيرو. بطولتنا من أهم خمس بطولات بينظمها الاتحاد الدولي السنة دي 2015. رئيس الاتحاد الدولي بيعتذر عن ان هو جاي متأخر، جاي يوم 21 جاي على النهائيات مباشرة، ونتمنى انكم تكونوا موجودين معنا في خلال فعاليات البطولة اللي هتبدأ يوم 19 و20 بالتصفيات، ويوم 21 نهائي السيدات، 22 نهائي الرجال، و23 التتابع نهائي التتابع المختلط. الفريق المصري من اقوى فرق العالم زي ما انتم عارفين، عندنا لعيبه مميزه جدا، عندنا عمرو الجزيري وصل التصنيف الخامس عالميا حاليا، عندنا ياسر حفني بقى تصنيف ال24، عندنا اسلام حامد برضو في اول 50 في العالم، عندنا في البنات زي ما انتم عارفين هايدي عادل مثلتنا في اولمبياد نانجينج، وسندس طارق بطلة أفريقيا السنة الماضية. فاحنا بنعد جيل كامل للتأهل لريو دي جانيرو إن شاء الله. بنستفيد ببطولتنا برضو إن احنا بنعد في منتخب الناشئين ومنتخب الشباب، عشان ما تستغربوش وانتم بتتفرجوا على البطولة، احنا فرصة إن احنا كدولة مضيفة بيتحقق لنا إن احنا نلعب بأكتر من الأربع لاعبين اللي كل دولة أخرى مسموح لها تلعب بيهم، احنا بيتحقق لنا كدولة مضيفة نلعب بـ 12 لاعب و 12 لاعبة، فبنستغل الفرصة كويسة دي ان احنا نلعب بمنتخب الناشئين ومنتخب الشباب، كمان نديله فرصه احتكاك قويه جدا هتفيده في مشواره لبطوله العالم للناشئين والشباب السنه دي اللي هيقاموا في المكسيك والارجنتين تباعا شهر 8 وشهر 9 القادمين. احنا اهدافنا كاتحاد مصري خماسي حديث، طبعا احنا الموضوع الصاله ده كان حلم بنحلم بيه كلاعبي خماسي حديث ولاعبي سلاح كمان، ان يبقى في صاله في القاهرة تابعة لهيئة السد القاهرة بتضم السلاح والرماية الليزر بعد تغيير القوانين بتاعة الخماسي الحديث. احنا بالصالة دي بقى تمينا ان جميع الخمس ألعاب بتوع الخماسي الحديث بالكامل موجودين في حتة واحدة في مكان واحد اللي هو هيئة السد القاهرة. الملاعب تبعد عن بعضها 200-300 متر، وده هيوفر علينا مجهود كبير جدا في تنظيم البطولات، وكمان في ارهاق اللاعبين من المشوره. كنا بنروح الاول مركز اولمبي في المعادي، بنروح لنادي الشمس للتمرين، فدلوقتي بقى كله بالنسبه للمنتخب على الاقل في مكان واحد، ده كان ليه اهميه كبيره جدا. بنشكر فيها وزاره الشباب والرياضه، وبنشكر فيها هيئه استاد القاهره طبعا على الصرح العظيم اللي انتم كلكم شفتوه. بطمنكم ان البطوله بتاعتنا هتبقى ان شاء الله على اعلى مستوى، الملاعب على اعلى مستوى، اللاعبين اللي هيلعبوا في البطوله عشان ما حدش يفتكر ان هم الدول كلها جايه باستثناء كوريا واليابان والصين، اما باقي دول اللي تمارس الخماسي واللي تنافس المقاعد لريو دي جانيرو فكلها جايه البطوله من اوروبا وامريكا اللاتينيه وامريكا وكندا، وجميع الدول قادمه، جميع ابطال الاولمبيات والابطال العالميين بلا استثناء مشاركين في بطولتنا. هدي امثله بسيطه، لاورا أزدسكايا من ليتوانيا موجودة وهي بطلة أولمبيات ذهبية أولمبيات لندن 2012، عندنا لينا شومبورن من ألمانيا وهي صاحبة ذهبية أولمبيات بكين 2008، نفس الحاجة في الولاد، جميع الأبطال العالمين كلهم موجودين لأن احنا خلاص دخلنا في الجد ودخلنا في التأهيل للأولمبيات. أنا بشكر تاني جميع الحضور. أقول بس حاجة بالإنجليش بسرعة، I'm welcoming all our dear guests
Our Minister of Sport, Engineer Khalid Abdelaziz, for his continuous support for pentathlon and for sport in general. Our Olympic Committee members and president, all our sponsors, I welcome them a lot. Without them, this event could not have, have taken place. Our competition is starting on the 19th and ending on the 23rd. I also send the apologies of Dr. Klaus Schormann, the president of the UIPM. He will arrive, he has meetings in South Africa, and he will arrive to Cairo on the 21st, so he will be with us for the finals on the 21st, 22nd, and 23rd of this month. Mrs. Shiny Fang is representing UIPM on stage. She's the Secretary General of UIPM. And we have a lot of meetings in the coming days regarding our competition and regarding the policies that UIPM and African Confederation, Mr. Sameh Gimina also as president of the African Confederation is present, to see what can be done for Africa and for UIPM and for Egypt. Our competition, I can guarantee you, it will be a great success from before it starts. I thank the volunteers, the press, all the people involved. I don't want to forget anyone. And thank you all for your attendance and hope to see you all in the coming days in our competition. Thank you. Thank you. And he says that would also help create another leap in modern pentathlon in Egypt. He thanked volunteers who are here and the youth. They represent the youth which President El-Sisi has praised during the Economic Development Conference. That's all, I think. Have I missed something? Okay, so now speech goes to the acting president of the Egyptian Olympic Committee, Engineer Hisham Hatab, القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بكل الحضور. أنا عايز بس يعني أقول كلمة خفيفة كده. أنا بطلب بشكر لمعالي الوزير على كل اللي هو بيقدمه للرياضة وكل العون اللي هو بيحطه لدعم الفرق. وإحنا شفنا النهاردة إن هو يعني متمسك جدا إن هو يعمل صلاة وصلاة وملاعب للاتحادات لأن عشان ما يبقاش في مزاحمة أبدا في الأندية لأن الصلاة دي إحنا محتاجينها دلوقتي والملاعب إحنا محتاجينها دلوقتي. إحنا معانا كل التعاون بناخده من معالي الوزير ويعني بنوعد إن شاء الله كل التعاون هيبقى موجود ما بين اللجنة الأولمبية ومعالي الوزير في كل المجالات. بتقدم طبعا بالشكر وببارك لأخويا المهندس شريف العريان على التنظيم الجيد ده هو وفرقة العمل بتاعته اللي بيشتغل فيها إن شاء الله حاجة مشرفة لمصر وتدي كده روح الاستقرار وروح الأمن وأمان في مصر وإن شاء الله يعني تنتهي البطولة دي بأحسن نتائج وبأقرب تأهيل إن شاء الله لأولمبياد ريو دي جانيرو لأن طبعا يعني إحنا عارفين إن مصر تقدر تعمل أكتر من كده وفي كل الظروف. الحمد لله احنا دلوقتي بنتحسن وبنتعافى وان شاء الله ربنا يوفق مصر لكل النتائج اللي احنا عايزينها واللي بنصبر لها باذن الله. طبعا عايز اقول ان انا بتقدم بخالص الشكر لكل زملائي اعضاء مجلس اداره اللجنه الاولمبيه الحاضرين والغايبين لكل المجهود اللي هم بيعملوه وكل الدعم اللي هم بيعملوه للرياضه في مصر وكل المتابعه للاعداد لكل الدورات المجمعه ابتداء من دلوقتي مرورا بالدوره الافريقيه او بالدوره الشاطئيه في بسكارا او بالدوره العربيه اذا كان لها حظ وهتعمل في مصر باذن الله انتهاء بريو دي جانيرو. وبنوعد احنا بالتعاون مع الوزاره ومع اللجنه الاولمبيه الدوليه ان شاء الله وتحت مظلتها ان احنا نقدر ان شاء الله نعمل حاجه كويسه ونقدر وبنقدر احنا في المراحل الاخيره ان شاء الله مع في القانون بتاع الرياضه ان شاء الله يتعرض قريب على معالي الوزير ويتعرض ونشوف احنا هنوصل مع الايه لان احنا الثلاث محاور اللي احنا شغالين عليها عشان الاستقرار بتاع الرياضه القانون اللي احنا بنعمله دلوقتي وتنظيم بيت الرياضه من داخل اللجنه الاولمبيه المصريه. واحنا طبعا لا ننسى ولا نتناسى ابدا ان حتى لو كان في شويه تعطيل في مسار اللجنه الاولمبيه في الايام الاخيره دي ان شاء الله ده ما عطلش خالص اعداد الفرق بتاعتنا. الوزير ما بخلش ابدا علينا بالدعم بتاعه
في التوقيت السليم، لان الدعم لما بيجي بخارج التوقيت بيبقى ملوش القيمه دي، انما احنا خدنا دعمنا زي ما احنا عايزين في الوقت بتاعنا. ولجنه التخطيط واللجنه الاولمبيه ماشيه كويس جدا بالتنسيق مع الاتحادات للوصول لاحسن اعداد للدوره ريو دي جانيرو باذن الله، عشان ما حدش يقلق من الموضوع ده خالص. اخيرا انا بشكر الاعلاميين على كل دورهم اللي هم بيقدموه عشان يوصلوا الرساله لمصر كلها، ويوصلوا الرساله للعالم كلها ان مصر بلد الامن والامان والاستقرار، وان شاء الله ربنا يحفظ البلد دي، ونقدر نطلع بحاجه كويسه قوي. ونتمنى التوفيق للبطوله العالم دي، وتطلع لنا احسن نتائج لمصر باذن الله. شكرا. Well, just also in brief, because we have limited time, the acting president of the National Olympic Committee thanked the minister for supporting all sports federations and all sports teams, and especially this event we are holding nowadays. He also thanked Mr. Sharif El-Aryan, the president of the federation, for the organization. Looking forward to the success of our athletes in this tournament, and also looking forward to the Olympics of Rio de Janeiro. Also spoke about a new sports law, which is to be, which is currently being prepared and will be implemented just after the parliament is being elected and voted for it. Also thanking the media for all the support they are showing to Egyptian sports and modern pentathlon as well. So now the speech goes to Ms. Shiny Fang, the UIPM Secretary General, Sekretir Aim Al-Ittihad Al-Dawli, Ms. Shiny Fang. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the UIPM, International Modern Pentathlon Union, we thank all of you to come here to promote our sport. Last year, 2014, we had the World Cup second here as well. So this year, we're very happy to come back, and we see very good preparation of the federation and with local organizing committee. In Egypt, they have the best athletes needs of the world, especially for our sport. Last year in World Championships, you have the best athlete. He got the silver medal in the Senior World Championships in Warsaw, Poland. Amaro, can you stand up? Okay, you just stand. As you know well, this competition for athletes is very important because they are getting the points to be qualified for 2016 Rio Olympic Games. So we believe a lot of potential athletes, they can have very good result, and they are on the way to be ready for Rio 2016. During the trip in Nanjing 2014 Youth Olympic Games, we had a very short conversation with the minister and the National Federation together. We discussed a lot of opportunity to develop the sport through Cairo, through Egypt, the center of the Africa for our sport, to help the labor countries. And we'll continue this topic to really use the center in Cairo to develop our sport. Only because of that, UIPM executive board had already awarded the other competitions in Cairo. This includes next year World Cup first and Junior World Championships. In 2017, we also have Senior World Championships in Cairo. It will be a very exciting competition as well. So finally, I want to say thanks again for all of you coming. You know, sports need media, and we believe media needs sports as well. And I want to thank you, National Federation, National Olympic Committee, and our Ministry of Youth and Sport, for all of your supports. And we'll be happy to come back next year again. And I wish you the most successful competition this year, World Cup 2 in Cairo. Thank you. Ms. Shiny Fang, بنشكر جميع الحضور الحاضر اليوم. وبتقول ان في العام الماضي في 2014 احنا كنا سعيدين بكأس العالم رقم 2 الذي اقيم بالقاهرة، ونحن سعيدين بالعودة الى مصر 2015.
بتشيد ايضا باداء اللاعبين المصريين. وعايزه اقول لكم كمان ان في كاس العالم رقم واحد اللي اقيم في ساراسوتا اللاعبين المصريين كان في ترحيب كبير بيهم جدا جدا، وكانوا هم ضمن المؤتمر الصحفي الرئيسي اللي اقيم قبل البطوله زي ده بالظبط، وكان هم اللي موجودين وشرفنا بالحضور عمرو الجزيري بالاضافه الى لاعبه من امريكا. فده كان تقديرا لدور مصر في الخماسي الحديث، وكمان ظهر اللاعبين عمرو الجزيري وياسر حفني على بوسترات البطوله. شايني بتضيف وبتقول ان اهميه هذه البطوله كاس العالم رقم 2 وكاس العالم عامه الخمسه، ان اللاعب بيستطيع ان هو يجمع نقاط، وهذه النقاط كلها مؤهله الى ريو دي جانيرو 2016. أضافت إن في أولمبياد الشباب في نانجينج كان في اجتماع مع سيادة الوزير المصري ورئيس الاتحاد، وتحدثنا عن مشروع لتنمية رياضة الخماسي الحديث في أفريقيا، ويكون المركز أو السنتر هنا في القاهرة. بتقول إن العام القادم هيشهد حضور قوي أيضا للخماسي الحديث في القاهرة بتنظيم مصر بطولة كأس العالم رقم واحد وبطولة العالم للناشئين، وأيضا في 2017 هناك بطولة كأس العالم أخرى. بتشكر جميع الحضور وبتشكر الإعلام، وبتقول الرياضة تحتاج إلى الإعلام والإعلاميين، وأيضا الإعلاميين والإعلام يحتاج إلى تواجد الرياضة. وفي النهاية بتشكر وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحاد المصري للخماسي الحديث. هنستمع دلوقتي لراعي البطولة الأستاذ المهندس سلام الحمامي، الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع وتعبئة شركة كوكاكولا مصر. صباح الخير. الحقيقة أنا بفخر جدا إن شركة تعبئة وتصنيع كوكاكولا مصر بترعى بطولة الخماسي الحديث للعام الثاني على التوالي، وإن شاء الله بنتمنى إن احنا نفضل رعاة للبطولة دي العام الثالث والرابع والخامس ودايما إن شاء الله، لأن الحقيقة من أهداف شركة كوكاكولا مصر رعاية الرياضة وتشجيع المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي ورياضي. الحقيقة احنا بنعمل مجهود كبير جدا تحت رعاية سيادة وزير الشباب والرياضة في الرياضة. احنا مثلا عملنا كوبا كوكاكولا اللي هي رعاية ناشئين كرة القدم واكتشاف الناشئين عن طريق بطولات في مراكز الشباب. عملنا بطولة من 2012 لغاية السنة دي في مراكز الشباب بتغطي 200 مركز شباب على مستوى الجمهورية. لغاية دلوقتي السنة دي بس اشترك فيها 5700 لاعب ناشئ أقل من 15 سنة، والنتائج اللي حصلت من البطولة دي في السنين اللي قبل كده إن في 3 من الشباب الولاد دول دخلوا اوريدي منتخب القومي للناشئين في كرة القدم، وإن شاء الله كل سنة هنقدر نطلع مواهب أكتر تدخل المنتخبات القومية. وطبعاً ما بننساش إن احنا بنرعى الأولمبياد الخاص، وهو الأولمبياد الخاص بالمعاقين في مصر، وده بنعتبره برضو واجب من واجباتنا كجزء من المجتمع، إن احنا ما نقدرش ننسى فئة معينة من المجتمع. اهتمامنا بالرياضة بيخلينا نغطي الرياضات اللي هي حتى مش مشهورة. بنرعى رياضات زي الاسكواش، زي السباحة، زي الجودو. واحد من موظفين شركتنا من أبطال الجودو في مصر وحصل على مراكز عالمية، وإحنا كشركة رعيناه لمدة 5 سنين متوالية. بيتهيألي إن هو أحسن رانكينج خده إن هو خد بطولة العالم مرة وخد تاني الأولمبياد مرة. كمان بنشجع موظفينا إن هم يمارسوا الرياضة، وبنوفر لهم كل الإمكانيات علشان يقدروا يمارسوا الرياضة جوه الشركة أو خارجها، وكمان بنعمل بطولات داخل الشركة ما بين المواقع المختلفة للتنافس في الرياضات المختلفة. كمان بنقدر إن احنا بنرعى الماراثونز
اللي هي بتخلي الرياضة جزء من اسلوب حياة للشعب، مارسونز زي مارسون الجري او مارسونز الدراجات اللي هي زي جو بايك. حقيقة مارسون الدراجات ده بنحاول نخليه كل جمعة في مسابقة في مكان في مكان ما داخل جمهورية مصر العربية. طبعا كل ده بيتم تحت رعاية معالي الوزير، واحنا طبعا بننتهز الفرصة دي ونشكره ان هو بيدينا الفرص دي ان احنا نرعى الرياضة لمصلحة مجتمع مصر. متشكر جدا والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you. Mr. Salevi just spoke about Coca-Cola and their sponsorship for the second year in a row to Modern Pentathlon and hope it continues forever. He spoke about the goals of the company of Coca-Cola and its goals in the community sport service and leading Egyptians to a healthy lifestyle through sponsoring events like the marathon, running and cycling. He also spoke about caring and sponsoring and supporting unpopular sports like swimming, judo and squash for 5 years until now. Also about the effort and partnership with the Ministry of Youth and Sports and gave an example of the Copa Coca-Cola football competition which helps in selecting juniors and youth which started in 2012 until now in 200 youth and sports centers all over Egypt with the participation of 5,700 under 17 players. And the results had now three of the Egyptian players among the national juniors team. He also spoke about sponsoring and supporting Special Olympics International athletes from Egypt as one of the roles of the company of Coca-Cola in the society. رئيس الاتحاد الافريقي المهندس سامح جميع. Speech now goes to UIPM member and president of the Confederation Africa du Modern Pentathlon, Monsieur Sameh Gemia. سيدات والسادة، يسرني أن أرحب بمعالي السيد خالد عبد العزيز وزير السياحة، السادة ضيوفنا الأعزاء، متأسف وزير الشباب والرياضة، متأسف. معلش، ما على فكرة معالي الوزير يعني احنا بنشجع السياحة بطريقة غير مباشرة، حاجة مؤكدة، عدد الدول اللي جاية اللي بتثبت ان مصر دولة آمنة، المساعدات اللي بيعملها وبيديها، هناك ارتباط شديد جدا وقوي جدا بين السياحة والرياضة، ودي حقيقة يعني، وانا برضو بعتذر عن هذا الخطأ طبعا. وسادة ضيوفنا الأعزاء من الاتحاد الدولي، السيدة شايني فانج سكرتيرة عام الاتحاد الدولي وطاقم الاتحاد الدولي اللي موجودين معانا، السيد المهندس هشام حطب رئيس الاتحاد الفروسية والقائم بأعمال رئيس اتحاد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، السيد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للفروسية وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، السادة الضيوف، أحب أهنئ الحقيقة مصر على إقامة هذه البطولة، وإن كانت مصر طبعا معروفة أنها من أقوى الدول في المنظمة للبطولات، الدليل على ذلك أن احنا عندنا كل سنة بطولات قوية جدا، مش بس كده احنا عندنا أكتر من مكان بننفذ فيه البطولة، وهي من الأماكن المعدودة في العالم باعتراف الأمريكان نفسهم أن مصر فعلا فيها أماكن مش متوفرة في أي مكان في العالم. من شروط إقامة هذه البطولة اللي مش كل دولة بتقدر عليها أن يكون كل اللعبات تقريبا في مسافة قريبة جدا ما تتعداش 200 متر الخمس لعبات، ودي حاجة متوفرة في مصر، وزادت أخيرا بافتتاح كمان صالة السلاح الجديدة اللي بشكر معالي الوزير عليها الحقيقة في جهوده معنا فيها، وبهنئ المصريين عليها. على الدول المشتركة في هذه البطولة بيؤكد أن مصر مش بس دولة قوية في مجال الرياضة، إنما دولة آمنة، ودي حاجة الحقيقة مهمة جدا، وخاصة بعد المؤتمر اللي اتعمل في شرم الشيخ
كله الحقيقة مرتبط ببعضه وكله بيخدم في الآخر مصر. أنا كمان بشكر مهندس شريف حقيقة على التعاون القوي اللي بيحصل معنا في أفريقيا، وإحنا شهر 8 اللي جاي هيكون عندنا في مصر البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد 2016 إن شاء الله، واللي مصر باستمرار بتتبوأ فيها الصدارة، وأتمنى لهم إن شاء الله حظ وافر هذا العام أيضا. بشكر السادة السبونز اللي هم الرعاة كلهم الحقيقة، وعلى رأسهم طبعا كوكاكولا. بشكر تشريف السادة الصحفيين والإعلام من كل مكان، وأتمنى لمصر كل الخير وكل التقدم، وشكرا. Your Excellency Minister of Youth and Sports, Mr. Khaled Zain. Khaled Abdul Aziz. أنا النهاردة في حاجة، أنا آسف. أنا آسف. معلش معلش. أنا الحقيقة أنا بعتذر، أنا تعبان شوية، مريض شوية، فأرجو أنكم تعذروني. معلش. لا معلش معلش. خلاص. Distinguished guests from the UIPM. UIPM office. Mr. Our distinguished guests, my dear colleagues from the Egyptian Federation for Modern Pentathlon, Mr. Sharif, President of the Egyptian Federation for Modern Pentathlon, the organizer of this competition. Egypt is one of the strongest organizers in the whole world, as you can see. I also want here to congratulate the Egyptian Federation and to thank our Minister of Youth and Sport also for supporting and giving us a strong hand for inaugurating today also the new fencing hall, which will help very strongly either for the Egyptian Federation or for any other federation in the world coming in any training camp in Egypt. The African qualifying competition for the youth, the Olympic Games 2016 will take place in this coming August. Hopefully the Egyptians, as the usual, will be always leading and in the front. I thank you very much.